مرحب بيكم في تاني فقره النهارده، واللي هنتكلم فيها عن منتخب مصر لكره اليد. واللي لحد دلوقتي احنا بنتكلم عندنا لسه امال كبيره جدا وواثقين في المنتخب بتاعنا، لكن يمكن اخر يعني ماتشين، وده الكلام للي متابعين وده كلام كنا بنتناقش فيه يعني احنا وضفنا قبل الهوا، ما كانوش الافضل لما تيجي تتكلم عن بلجيكا او عن البحرين مع منتخب مصر، ما كانوش الاداء اللي احنا كنا متوقعين او اللي كنا ماشيين عليه حتى اللحظات الاخيره. عندك النهارده ماتش يعني مصيري مع الدنمارك، هيحدد بعد كده انت هتواجه مين، سواء السويد او المجر، واعتقد ان احنا يفضل ان احنا نقابل المجر اكيد طبعا. ده هيكون في حاله لو فزنا أو هيكون في حالة لو اتعادلنا، خسرنا هنروح للسويد وبرضه هتكون أعتقد يعني مرحلة صعبة جدا. على كل حال هنتكلم في كل التفاصيل دي مع ضيفنا العزيز جدا كابتن محمد عبد الوارث، نجم الأهلي السابق لكرة اليد. صباح الفل وبونجور في البداية. صباح الخير عليكم. صباح الفل على حضرتك، منور الدنيا كلها، أهلا بيك معانا. ليه بقى الماتشين اللي فاتوا ما كانوش قد كده؟ ده احنا بنعمل عمايل يعني على مزاجك مع الفرق الأتقل. والله من وجهة نظري ممكن يكون المدرب، طبعا هو أول حاجة هو مشارك كل اللعيبة اللي موجودين عشان يقدر ان هو في المرحلة اللي بعد كده هي ما فيهاش هزار، فلازم يكون المجموعة كاملة تكون جاهزة 100%. فممكن يكون ده هو اللي حصل التأثير في المباراتين الأخيرين مع بلجيكا مع البحرين. الأداء ما كانش 100% اللي احنا متعودين عليه من المنتخب، في تراجع بسيط. وارد ان هو يكون بيجرب الناس، وارد ان هو يكون بيريح الناس، وارد ان هو ما بيلعبش بالفول باور بتاعه عشان يعني مخزن بالظبط الدنمارك. بس انا من وجهه نظري لا، ده طبعا دي حاجه مش صح، انا لازم الريتم بتاعي يفضل موجود عشان ما ياثرش، ممكن ده يحصل تاثير عليا بالسلب في ماتش الدنمارك. وطبعا ماتش الدنمارك بالنسبه لي ماتش مصيري، انا عندي يعني نسبتي كويسه جدا واعلى ان انا ابقى اول مجموعه ان انا في حاله الفوز او التعادل. فدي انا شايف ان مباراه الدنمارك دي مباراه مصيريه، ان انا اقابل المجر احسن ما اقابل السويد. طبعا السويد طبعا منظم بطوله، السويد ماشي يعني الفتره اللي فاتت هو ماشي في مستوى كويس جدا، فبالنسبه لي طبعا الاريح ان انا اقابل منتخب الدنمارك. طيب قصدك المجر؟ المجر قصدي. طيب. صباح الخير يا استاذ محمد. صباح الخير تاني. ما هو دايما لازم انا عارفه برنامجنا احنا والله اصلا بنبقى يعني بنجد صعوبه ان احنا نسحب دي حقيقة يعني. دي حقيقة. بس انا هروح لماتش الدنمارك، خلينا في المباراه بتاعه النهارده اللي هي الساعه 9:30 تحديدا بتوقيت القاهره. طبعا ناس كتيره جدا من حول العالم بتتابع هذه البطوله. الدنمارك يعني غير ان هي هتبقى حاجه مصيريه او نتيجه مصيريه او مباراه مصيريه، الدنمارك تقيل وبطل ومواجهه هتبقى صعبه. فانا لو هتكلم على الفنيات هنا وهنا، هتكلم برضو لان الدنمارك برضو في حصل تعديل عن اخر بطوله، كانوا موجودين بعض اللعيبه راحت او رحلت، بعض اللعيبه جت، فبنسبه قد ايه نقدر نقول ان المواجهه دي يعني افضل من المباراه اللي كانت ما بيننا اللي كانت في مصر في البطوله الاخيره؟ والله في طبعا في اختلاف في منتخب الدنمارك انا شايفه، وهم منتخب الدنمارك في البطوله دي المستوى بتاعهم هم لسه ما وصلوش ال 100% بتاعتهم. دي بنتائج المباريات اللي هي اتلعبت، ان هم السكور الاخير في المباريات بتاعتهم برضو السكور مش عالي، هو ممكن برضو يكون هو بيلعب، هم من طبيعه الاوروبيين ان هم بيقدر يحضر مباراه لمباراه، ما بينزلش باقوى حاجه عنده في البدايه. بس انا شايف ان الدنمارك احنا الفتره الاخيره بدانا نحفظ لعب الدنمارك، بدانا ازاي نعرف نتعامل معاهم، ازاي عارفين نحل المشاكل، يعني لو في حاجه بتقابلنا في وسط المباراه احنا بنقدر نحلها، ودي بانت في المباريات الاخيره طبعا في اخر كاس عالم. طبعا كانت الضربات الجزاء هي دي طبعا هي اللي حسمت المباراه ليهم. بس انا شايف فرقه الدنمارك لا، الفتره الاخيره هي مش بالكم القوه زي الفترات اللي قبل كده، فهي الموضوع انا شايف ان لا، المباراه في الملعب نقدر نكسب ان شاء الله، او لو ما حالفناش الحظ يبقى على الاقل يبقى في عندنا التعادل، يبقى عندنا تيم كويس. ايه اللي استجد في الكام سنه الاخاره دول فبقينا حلوين في كرة اليد وعلى مستوى العالمي وبنشارك في بطولات عالم وبنكسب منتخبات تقيلة؟ كانت كرة اليد في أوقات سابقة يعني مش محققة حتى تمن، مش هقول لك ربع تمن اللي بيتحقق في آخر كام سنة. هو إيه اللي استجد
فنتج عنه اللي احنا بنتكلم عنه ده. ما اللي استجد ان احنا كنا من اخر كاس عالم لعبناه اللي هو كان 2001 اللي كان في فرنسا احنا خدنا رابع عالم. من بعدها بدا يحصل تراجع في المنتخب الفتره دي لغايه تقريبا 2016. الفتره دي كانت فيها فتره تجديد، فتره ما فيش استقرار للفريق وما فيش انجازات تذكر بالظبط. ما كانش فيه يعني الفتره دي كان اخرها ممكن تبقى بطوله افريقيا مثلا المنتخب بيحققها، لكن كانت عالميا ما كانش فيه يعني ما كنا ظاهرين بالظبط الفتره دي. فالفتره الاخيره طبعا فتره ان انا الاتحاد بدا يحط نظام مختلف، بدا يبقى فيه احتراف، واحنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير جدا، موضوع الاحتراف ده مهم جدا طبعاً. ان اللعيب طبعا بيبقى عنده الفكر ان هو ازاي يقدر يبقى يتعايش مع البطولات، ازاي هما بره بيجهزوا اللعيبه على الحاجات دي، يستوي وينضج بالظبط كده. طبعا المستويات طبعا هناك في اللعب الاوروبي طبعا الاحتراف ده بدوله من الدول العظمى في عالم كره السله. لا اكيد طبعا عندنا لعيبه كتيره طبعا محترفه في الدول اللي هي الكبيره جدا، اذا كانت فرنسا ولا اذا كانت المانيا ولا اذا كانت اسبانيا. فاحنا عندنا طبعا لعيبه هايله جدا ولعيبه بتحقق كمان انجازات في الدوريات الاوروبيه هايل. فانا شايف طبعا هي فكره الاحتراف، فكره ان التغيير بالنظام الاوروبي اللي احنا بنلعبه اللي هو الفتره الاخيره بدا المنتخب يعتمد على النظام الاسباني. اخر اثنين مدربين كانوا موجودين كان الطريقه الاسبانيه، كان ديفيد ديفيز اللي هو دلوقتي حاليا مدرب النادي الاهلي، واتت ثمارها الحقيقه في الفتره الاخيره. بالظبط المدرسه الاسبانيه. طبعا المدرسه الاسبانيه انا شايف ان هي بتبقى قريبه من طريقتنا شويه، طريقه اللعب قريبه غير الطريقه الاسكندنافي طبعا اللي هي الدنمارك والمانيا والحتت دي. فانا شايف ان الطريقه الاسباني هي ماشيه معانا اكتر. باروندو الفتره الاخيره من المدربين الهايلين جدا ان هو بيعرف يقرا المباراه، بيعرف يذاكر كويس قوي الفرق اللي قدامه. فهي دي الفتره الاخيره هي اللي بينت المنتخب، وده الاداء بدا يظهر لعيبه الفتره الاخيره. دايما الاعداد بيبقى اهم شيء او اهم فتره في اي بطوله. لو انا هتكلم عن وقتك بقى كابتن محمد، الاعداد كان شكله عامل ازاي، والاستعدادات والكواليس اللي كانت قبل اي بطوله كبيره للمنتخب مقارنه بدلوقتي، ايه الافضل، ايه اللي استجد، ايه اللي نقدر نقول خبره فيه بقينا يعني اعلى كمان للمنتخب اللي ساعدنا ان احنا نتالق بهذا الشكل في كمان السنوات الاخيره. الفتره الاخيره كانت بتبقى عشان ما كانش فيه لعيبه محترفين كتير، فكان الاتحاد بيتجه للمعسكرات السفر الكتير اللي هو خارج مصر او داخل مصر، منتخبات بتيجي مصر احنا بنسافر لمنتخبات. فدي كانت هي دي فتره الاعداد اللي احنا كنا بنجهزها يعني الفترات يعني الفترات القديمه. بس هي طبعا ده في حاله ان عشان ما كانش عندنا محترفين. فدلوقتي اللعيبه المحترفين بقى النظام مختلف، بقى في الاجنده الدوليه طبعا، اللعيب المحترف ما بيجيش غير قبل البطوله باسبوع اسبوعين. فبتبقى فترات الاعداد للعيبه اللي هي المحليين موجوده، زائد ان هي بتبقى فيه طبعا بيجهزوا معسكرات، بس ما بتبقاش بكم المعسكرات او السفريات اللي هي بتبقى قبل كده، عشان اوريدي اللعيبه هي بتلعب في الدوريات ماتشات اعلى، وهو ده المطلوب للمدرب المنتخب ان هو يبقى عنده اللعيبه جاهزه جوه الملعب اكتر من هي تدريب. بالمناسبه ما تيجي كده نعمل مقارنه بين نوعيه بين كواليتي لاعب كره اليد المصري وبين اي لاعب كره يد في اي دوله ثانيه، بعيدا بقى خالص عن دعم الاتحاد في الدوله الثانيه، بعيدا عن حجم الامكانيات المتاحه في الدوله الثانيه، يعني بعيدا عن التفاصيل دي بتكلم يعني شخص قصاد شخص، لاعب قصاد لاعب، هل اللاعب المصري مختلف في تكوينه في ادائه في طريقته عن اي لاعب ثاني في اي دوله اخرى؟ من وجهه نظري انا شايف طبعا ان هي في اختلاف طبعا ما بين ان اللعيب المصري عايش في اجواء مختلفه تماما غير الاجواء الاوروبيه. اجواء الاوروبيه اجواء مريحه طبعا، ان هو متوفر له كل حاجه صحيح، الامكانيات عاليه جدا. اللعيب المصري لا، احنا عندنا الفترات يعني اللي موجود هنا الامكانيات طبعا مش هنقارنها طبعا اذا كانت اجهزه ولا فكر ولا النظام يعني كل التفاصيل طبعا احنا مش هنتكلم فيها. فطبعا اللعيب المصري هو بالنسبه له ان هو بيقدر يوصل للمرحله اللي هو فيها دي باقل الامكانيات طبعاً. فدي طبعا هي بتبقى امكانيات من عند اللعيب نفسه جواه ان هو عايز يوصل لحاجه معينه، ودي اللي احنا تعودنا عليها من الشعب المصري عموما. فالشعب المصري لما بيبقى بيحدد ان هو عايز يوصل لحاجه فهو
بغض النظر عن اي حاجه بتقابله او امكانيات اللي موجوده هو بيقدر يشتغل عليها. لكن لو اللعيب الاوروبي مثلا لو احنا جبناه وعيشناه في الامكانيات بتاعتنا هنا، لا هو ممكن ما ينجحش. وبالتالي ان بيحصل محترفين بتيجي تلعب في الدوري المصري او تبقى موجوده في مصر مستوى اقل بكتير، الموضوع بالنسبه لهم انهم لعيبه كويسين جدا بس هنا ما بيتاقلموش على الاجواء، هم متعودين على الموضوع بيبقى بسيط وسهل. فهي دي انا شايف ان طبعا اللعيب المصري لا هو عنده امكانيات اعلى بكتير جدا كلاعب، بس هي محتاج حته ان هو ازاي يتحط على التراك، ازاي ان هو البروجرام بتاعه يبقى ازاي ماشي، يعرف يوصل هدفه هو عايز ايه. الحته دي بتختلف كتير، وده اللي حصل مع اللعيبه اللي موجودين كلهم لما اتحطوا في الاجواء الاوروبيه. طبعا بدا ان هم ليهم شكل تاني، بقى ليهم اسم، بقى الناس كلها بتتكلم بيها، بقى كل المنتخبات دلوقتي اول ما تسمع اسم منتخب مصر هم بيخافوا اوريدي. ما هو دي النقطه اللي انا عندي عليها علامه استفهام. بمعنى انا ليه عندي مشكله في الفكر؟ يعني انا ليه عندي ازمه ان انا الفكر بتاعي سواء راجع للمجتمع او راجع للعيبه او راجع للاتحادات او راجع للقائمين على الرياضه المصريه، فكرهم دايما ان انا لوكال، يعني انا اخري ان السور بتاعي انا محلي رائع، لكن لما ابتدي اروح ابص عالميا انا اقل من ان انا افوز ببطوله او اوصل لرانكينج اعلى من مثلا دوله تانية او منتخب تاني اوروبي حتى لو كنت انا افضل منه على المستويات الفنيه. ليه دايما عندنا هذا الفكر ان احنا لا نستطيع؟ ده موجود على فكره رغم تحقيق بطولات كتيره في رياضات مختلفه، بس لسه الفكر ده موجود، انا لازم اروح لبره، لازم افكر فكر اوروبي، لازم اكون بحترف في الخارج. واحنا ليه ده لسه عندنا أزمة فيه؟ معلش بقى بمنتهى الصراحة راجع لإيه؟ أنا من وجهة نظري بمنتهى الصراحة السيستم. السيستم إن جنرال. بالظبط. طول ما في سيستم طول ما هتلاقي أنت ماشية في اتجاه مختلف تماما، طول ما السيستم مش موجود مش هيحصل أي تغيير، مش هيحصل أي حاجة يعني يحصل أي تغيير قدامك. سيستم بمعنى ايه برضو كابتن محمد؟ يعني القائمين على الرياضه ولا الاتحادات ولا الفكر ولا الاعلام؟ عموماً يعني عموما من اول الطفل وهو صغير، ولي الامر نفسه اللي هو عنده ابنه عايز يلعبه رياضه، ما ينفعش تجبر ابنك على رياضة يلعب ايه. صح. هو لازم الطفل هو اللي يختار الرياضه. طب. زائد ان هو ازاي انت بتبدا، يعني هو سلم قدامه هو بيبدا يطلع خطوه 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 خطوه، ما ينفعش ينط السلم مره واحده. انا ليا في اساسيات لازم اتعلمها، بعد الاساسيات ازاي انا اعرف اتعامل مع الناس اللي حواليا، مع زمايلي اللي حواليا، ازاي انا اقدر اوصله خطوه خطوه، ازاي ان انا زي ما ببني زي المهندس كده لما بيجي يبني لازم ببني اساس، بطلع واحده 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 واحده. ان انا ابني مره واحده دي الموضوع صعب، وده اللي بيحصل عندنا هنا ان احنا ما عندناش مره واحده برضه. ما عندناش حتى اللي هو في السن الصغير، احنا عندنا بنلاعب منافسات للاطفال وهم لسه 7 سنين 8 سنين، فالطفل نفسه هو المدرب مجبر ان هو لازم يحقق بطوله، وده مش صح. غير بره هو بيلعب مهرجان لمجرد العب وانبسط طلع كل اللي جواك بالظبط. فهي دي الفكره كلها، ان انا ازاي بجهز الطفل الصغير اللي هو بيبدا من اول مش بضغط على من اول 5 سنين و6 سنين، ازاي انا بسيبه يطلع كل اللي جواه فيقدر لما يوصل لمرحله معينه هو ازاي وصل، ازاي طلع كل حاجه جواه، ازاي بدا التغيير سنه عن سنه عن سنه. وثقافه برضو ان انا ممكن افوز وممكن اخسر، يعني فكره الخساره عندنا كمجتمع احنا ما عندناش دي، ما عندناش قبول ان انا ممكن على فكره ابقى انسان ناجح بس ممكن اخسر جوله، ممكن اخسر حرب بس ارجع اكسب بعد كده. انا بشوف ويمكن انا وكريم قلنا الكلام ده قبل كده بجد، وده واقع حضراتكم اكيد كلكم بتشوفوه في بعض الاحيان، نروح النادي نشوف مثلا اطفال بيتمرنوا بجد 8 سنين مثلا، تلاقي ام ماسكه ابنها عماله تهزقه قدام الناس، ده 8 سنين ده لسه طفل يعني. ده على فكره ده عادي في 5 سنين و6 سنين كمان مش معقول يعني، انا ببقى الواحد عايز يروح انت بتعملي ايه او بتعملي ايه، ده شيء صعب جدا. دي حقيقه، ما هي دي المشكله اللي احنا بنقابلها، ان هو لازم الطفل هو في الاول وفي الاخر طفل، ولا طبيعي ان هو هيغلط، ولا طبيعي ان هو مش هيتعلم من اول مره، فلازم اديله المساحه ان هو ما هو في لعيبه كويسين جدا بيبداوا من اول 6 سنين لغايه 15 و16 سنه، بيوصلوا لمرحله 16 سنه تيجي تبصي عليهم مع انهم في الفتره دي هم مميزين جدا، اول ما يوصل 16 سنه ما تلاقيهوش. صح. بيختفي ليه؟ عشان هو خد كم الجرعات اللي المفروض ياخدها في 20 سنه هو خدها في 5 سنين. أوكي. فبعد الخمس سنين شبع يعني بالظبط، هو بعد الخمس سنين مهما اشتغلت معاه
هو اوريدي عمل كل حاجة في الخمس سنين. أيوه. بعد كده هو هيفضل مستواه ثابت، لكن اللي واخد الخطوة خطوة 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 هو بيوصل للمرحلة اللي احنا محتاجين، اللي هي من بعد 17 و18 سنة و20 سنة الشباب دي بقى اللي بتحصل الطفرة عنده. ان هو بيبقى من سن الشباب، حتى احنا منتخبات مثلا أوروبية ممكن لعبها في سن الناشئين احنا بنكسب وبنكسب بسكور بالزبط. نيجي نلعبهم في الشباب يعني بعديها بسنتين الفئة العمرية الأكبر، بنلاقي طبعا فرق اختلاف، احنا اللعيبة بتتحول اللي احنا بنلعبهم اللي لسه ملعبينهم من سنتين فجأة هم اتغيروا 360 درجة، واحنا حاسين ان احنا لا احنا في مشكله عندنا. فهي دي اللي دي بتحصل، دي نقطه مهمه جدا على طبعا فكرة هي دي اللي بتحصل عندنا، ودي مهمه جدا كل الرياضات. الكلام اللي حضرتك بتتكلم عليه دي طبعا دي مش هنقول بس، دي كل الرياضات موجوده بس على فكره ده برضو بتحصل. ما يمنعش ان برضو يعني لو جينا نتكلم على 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 الصعيد العالمي في رياضات معينه في مصر خلاص بقينا فيها اسياد اللعبه، وده شفناه مثلا بشكل واضح جدا في حاله الاسكواش. طبعا كلمه حق لازم تتقال في اخر كام سنه. كره اليد كمان رفعت سقف طموحاتنا وتوقعاتنا نتيجه انجازات كتيره بيحققها المنتخب المصري. احنا ناقصنا ايه عشان نتسيد العالم في الرياضه دي زي السكواش كده مثلا؟ ايه التاتشات اللي ناقصانا؟ والله هي الفكره كلها هو انا ازاي بحط سيستم، والسيستم ده بيمشي على الكل، مفيش اي حد يقدر اللي هيخرج بره السيستم. بس هو اكيد في سيستم ما اتحط او اتطور في الفتره الاخيره بدليل النجاحات اللي احنا بنستعرضها. هي دي اللي انا بتكلم فيها، ان هو السيستم مش شرط يكون اجنبي موجود. هي دي النقطه اللي بتكلم فيها. ان ممكن يكون مصري موجود، حط اي سيستم انت عايزه، سيستم اجنبي سيستم مصري حط اي سيستم، بس لازم يكون في سيستم. مين مهما كان مين الشخص اللي موجود لازم يبقى في سيستم، والسيستم ده لازم يبقى موجود على الكل، محدش يقدر يخرج براه، واللي هيخرج براه هو يعني هي مكنه ما ينفعش المكنه دي حاجه تعطل فيها، واللي هيعطل فيها خلاص وقفت المكنه كلها. فهي دي اللي احنا بنتكلم فيه وده الاساس. بص هو الوقت بيجري والفقره قربت تخلص، بس احنا عايزين بقى نطمن على منتخب مصر في الفتره اللي جايه، وفي حال انا حد السيناريو في حال تمام. يعني لا قدر الله في حال ان احنا ما فزناش بالليفل المطلوب او الرانكينج المطلوب، احنا ازاي ممكن البطوله اللي جايه ايه اللي المفروض يستحدث، ايه اللي المفروض يتغير علشان اجي بقى البطوله اللي بعد كده والاقي منتخب مصر في حته تانية بقى، ما يبقاش لا تمثيل مشرف ولا ان انا باخد مثلا مستوى معين وبقول الحمد لله على كده، ولا ان انا بواجه مثلا اوائل اللعب المنتخبات في اللعبه دي واقول بس انا عملت اداء كويس قدامهم وكان تنافسيه ومش عارف ايه. امتى اقدر فعلا اقول ده، اقول انا بلعب وبكسب وبتحدى وبخش في تنافس وبفوز؟ خلينا بقى نروح للسيناريو ده معلش. والله برضو انا من وجهه نظري حاجه تانية، ان هو انا عشان اوصل لحته معينه او ليفل معين اللي انا ابقى ثابت عليه، ان كل واحد وليه شغله، كل واحد متخصص في شغله. المتخصص في شغله طول ما انا موجود عندي مجموعه كل واحد متخصص في حاجه هقدر اوصل لحاجه كويسه جدا. لكن ما ينفعش يبقى شخص او اتنين هم المسؤولين على كل حاجه بتدخله في كل حاجه بالظبط، وده بيحصل حاليا يعني موجود في كل الالعاب. هو موجود في كل الالعاب، وهي دي المشكله اللي عندنا هنا في مصر، ان هو انا مدرب، يعني انا راجل فني، انا معايا مدرب مساعد، الراجل المدرب مساعد ده هو بيساعدني في كذا، معايا مدرب احمال، مدرب احمال ده هو شغله كذا. طبعا بزائد ان احنا في الاول الكلمه اللي احنا هنرجع لها تاني اللي هو السيستم، اللي هو المدير بيقول السيستم كذا وباقي المجموعه بتبدا تشتغل عليه، فهو ده اللي هيقدر يوصلنا لاحسن نتيجه احنا. بالمناسبه هل يعني طبعا الجانب الفني والاداري كله يعني بكل تفاصيله متحققه ومتوفره، هل منتخب مصر لكره اليد اي شكل احترافي من اشكال الدعم النفسي؟ يعني هل في شخص ما متخصص مسؤول عن التفصيله دي مع لعيبه المنتخب؟ طبعا هو الداعم الاول والاخير في الاتحاد وفي الهاندبول عموما دكتور حسن مصطفى، طبعا هو اللي حاطط المنتخب على التراك الصح، زائد المجموعه اللي موجوده طبعا في الاتحاد كلها اللي هم دلوقتي يعني هم مش مسؤولين رقم واحد دلوقتي، هم مندوبين لفتره مؤقته لغايه لما يبقى الاتحاد فيه رئيس ويبدا يعمل انتخابات تاني. فالمجموعه اللي موجوده هم ماشيين في التراك كويس جدا، بدليل ان احنا شايفين نتائج طبعا كويسه، فطبعا لازم اقول ان هم ماشيين في تراك كويس. طبعا في اخطاء، وارد جدا يبقى في اخطاء ما بين احنا بشر، فلازم يحصل اخطاء. الدعم طبعا لازم يبقى موجود في المنتخبات كلها، شايف ان هم الفتره الاخيره
موجود دعم بس طبعا مش 100% بيحصل. لازم يبقى فيها حبه تغييرات طبعا. لازم ان انا وضع طبيعي، انا لما اكون غلطان او انا لما اشوف حاجه مقصر فيها لازم اقول انا فعلا عندي مشكله طبعاً. لازم اواجه المشكله عشان اعرف اعدي، لازم اواجه المشكله. انا دي من طبيعتي ان انا هو البعض بيطلع يتكلم، انا مش هتكلم عن كيس بعينها رغم انك هتفهم انا قصدي تمام. بعض اللعيبه اللي بيمثلوا مصر واللي بيعملوا شغل اكثر من رائع، مش مهم النادي اللي هم بينتموا ليه، اتكلم عن مصر تمام. وبعدين بيبقى عندهم مشاكل ويطلعوا يتكلموا ان عندهم مشاكل، يجي الاتحاد مثلا يقول لك لا المشاكل دي تم التحقيق فيها ومش موجوده على سبيل تمام. المثال يعني تمام. فانا قلت اهو المشكله اللي عندي فين بقى المشكله انها اتحلت. بيبتدي كل واحد يتنصب من فكره ان هو المخطئ او المشكله او المسؤوليه بتقع عليه، وده بيحدث. مش بتكلم بكيس بعينها اكيد وكل الرياضيين اعتقد او بعض الرياضيين ممكن ان هم ياكدوا هذا الكلام لان احنا سمعناه منهم، مش ده مش كلامي انا. فالازمه دي بقى تحلها ازاي؟ عارف اللي هو يعني نمسك منين القضيه عشان نحلها اصلا؟ المواجهه بس. التصعيد موضوع سهل. المواجهه ان انا لازم اواجه مشكلتي. انا ايه المشكله لما انا اخطئ او عندي مشكله؟ ايه المشكله لما اواجهها؟ ده وضع طبيعي ان انا عشان اعرف. انا ممكن هي فكره ان احنا او عندنا هنا في مصر عموما في كل ده فكره المسكنات. ما هي المسكنات دي برضو ما بتجيبش نتيجه صح. يعني انا طول ما انا ارحم بكثير كمان من فكره الشماعات اللي بندور عليها عشان نعالج. لا ما هي بتبدا بمسكنات بعد كده بتجه للشماعات. يعني المسكنات خلصت فبدات اتجه للشماعات. انا مش عارفه ليه ما يعني ليه بعض الاشخاص بيفتكروا او بيعتقدوا ان الاعتراف بالخطا ده حاجه تقلل مني. على فكره احنا بشر، احنا جايين الدنيا نغلط عادي ونتعلم، محدش نازل بريموت او بكتالوج يعني، عادي نغلط وعادي خبرتك حتى لو كانت في مجال معين كبيره وارد انك تغلط لان انت بشر فعادي. لكن فكره عدم الاعتراف بالخطا دي ثقافه احنا دايما عندنا، لا انا ما بغلطش، لا 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 اصل ده تحس حتى على المستوى الشخصي البسيط في التعامل اليومي دايما لما لا لا اصل يقعد يلففك يا عم خلاص انت غلطت وعلى فكره عادي. يعني ما اعرفش ليه الثقافه دي على فكره منتشره. هي ما هي احنا عندنا ثقافه اللي انا مش يعني انا ما بغلطش لا وغير كده هو مش عايز يبقى فيه يطلع نفسه غلطان فيبدا في جدال فيبدا اللي هو حته الاسف برضو محاسبة. احنا عندنا حته ان انا اقول انا اسف دي موضوع بتبقى تقيله قوي علينا. ما ربناش ان احنا نعتذر لما نغلط ان ده امر لا هو وضع طبيعي. انا ليه المشكله لما انا غلطت في حاجه؟ ايه المشكله؟ انا اسف وحل المشكله عادي. بالظبط. ده بالعكس انا هفضل حتى لو انا كبرت او وصلت لاعلى حاجه هو وضع طبيعي لازم هغلط. هو ليه لا؟ يعني حتى مدرب للعيبه، لعيبه مع مدرب، هو حتى المدرب نفسه وارد ان هو يقول للعيبه انا غلطت في حاجه ودي بتحصل. يعني ده في مدربين ساعات بيبقى الخطا ظاهره صحيه ومطلوبه احيانا بالزبط. للتقويم او لاعاده تعديل انا بالظبط عشان انا كمان اوصل للعيبتي ان انا يعني انا حتى انا كمدرب مثلا في حاجه اخطات فيها في المباراه وده طبيعي ان بعد المباراه يا جماعه انا في احنا ادينا بسوق كذا بس انا غلطت في حته معينه. الحته دي بتخلي اللعيبه بعد كده وقت ما يحصل غلط يبقى كله عارف إن انا في غلط يبقى انا هواجه البدايه منين. لازم اوصل للحته دي. عندك حق، كلام محترم. زي ما انت قلت كابتن محمد هو سيستم فعلا الى حد كبير له تاثير في فكره هنا نجاح أكيد. رياضات مختلفه بغض النظر عن تحديدا الاتحادات. انا متفق معاك على كل حال. نورتنا وهنتابع اداء منتخب مصر في الفترات اللي جايه، والنهارده عندنا مباراه مهمه جدا مع الدنمارك. نتمنى التالق والفوز اكيد لمنتخب مصر عشان كمان نقدر نفرح بقى بهذه البطوله. نورتنا وهنقابلك تاني كابتن محمد. انت لازم تغطي معانا هذه البطوله ان شاء الله. اللقاءات الجايه تكون بعد انتصارات بيحققها المنتخب الله باذن الله. واشكرك على وجودك جزيل الشكر. وهنطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع بقى في ثالث واخر فقرات الحواريه، هي فقره طبيه مسجله هينورنا من خلالها الدكتور باهر السعيد. ان شاء الله تسعدوا معانا في هذه الفقره.